بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. كل عام وانتم بخير. الشهر مبارك إن شاء الله عليكم جميعا. بالنسبة حق الدورة التدريبية زين، طبعا بدينا أو قطعنا الآن شوط كبير في الدورة التدريبية، ولكن للأسف أثناء تواجدي الأسبوع المنصرم معاكم حضوري، تبين لي شيء ان معظمكم ما يعرف شنو الاهداف لهذه الدوره زين، وشنو الاشياء اللي راح تحصلون عليها في نهايه هذه الدوره. فما ادري، ما اتذكر بالضبط شو اسمي قلت في الجلسه الاولى، ربما انا ما بينت شنو الاشياء بالضبط اللي احنا راح نصل لها في نهايه هذه الدوره. فودي ابين لكم بعض الامور اللي ممكن تفيدكم باذن الله تبارك وتعالى. الهدف الأول المفروض أن نحن نوصل له في هذه الدورة هو أن المتدربة راح تتعلم عن الكيفية الاحترافية للمبرمجين في حفظ اللي هو البيانات زين، اللي هو عن طريق الجيت هاب. طبعا علمتكم عن أشياء كثيرة فيها ذكر زين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أيضا هامة جدا، وهي اللي هو عمل على شنو، على المشاريع بكل بساطة بين اللي هو الأشخاص كلهم يقدرون يشتغلون كلهم في مشروع واحد. النقطة الثالثة وهي أيضا مهمة هي أن احنا كيف ننشئ موقع خلال 10 دقائق. احنا بقى نسوي موقع، ما نقول متكامل، على الأقل صفحات بسيطة، ولكن خلال 10 دقائق فقط زين، بدلا من أن احنا نسوي موقع في فترة طويلة جدا عن طريق اللي هو الأنجولار ماتيريال زين. احنا راح نتكلم اليوم أو قبل أن نبدأ المحاضرة راح نتكلم عن الأشياء اللي المفترض أنها تكون عندنا حاليا زين، بحكم أن احنا او عذرا اللي بتكون عندنا بعد الانتهاء من هذه الدورة زين. فخلونا نروح على مشروعنا اللي احنا سويناه. طبعا انا طلبت منكم شو اسمه الطلب زين، تلبون لي في هذه المحاضرة. فهل في واحدة لبت هذا الطلب يا بنات؟ بس اشوف عندي معايا، عندي موجود عندنا اتوقع بنتين اليوم عندنا، بس فاطمة روان. روان غير نشط معناته ربما طلعت. سويت شيء فاطمة؟ طيب لا بأس. اوكي لا بأس، خلنا نشوف ممكن عندك اختبارات او شيء. لا بأس. خلنا نشوف الآن اللي هو الأشياء اللي راح نتعلمها بداية. أول شيء راح نفتح مشروعنا اللي احنا بدينا فيه، وهذه المشروع كان عبارة عن اللي هو صفحة افتراضية، الصفحة الافتراضية اللي سوي لها الأنجولار أصلا أول ما نبدأ أي مشروع في هذه الدنيا. فاللي صاير حاليا أن عندنا المشروع زين، طبعا مثل ما قلت مسبقا الناهوي الى كتاب لك هني فقط اللي هو ماي كوليدج بلوج المشروع، بس اسم المشروع مرة واحدة بما ان احنا مسوينه داخل مجلد داخل مجلد، فاحنا بنقول له سي دي زين، بنقول له ماي كوليدج. انتبهوا على الكابيتال وسمول، علمتكم الاسبوع الماضي طبعا عن اللي هو كيفية الكتابة حلو. بعد ذلك راح نقول ان جي سيرف سيرف عذرا سيرف دوت او، الاو هي حق اختصار حق الاوبن عشان انه هو يفتح لنا مباشره المتصفح بعد ما يشغل اللي هو المشروع. فالان راح يسوي سيرف حق المشروع، راح يشغل المشروع، بعد ما يشغله مباشره راح يفتح لنا. طبعا الحين راح اعلمكم اللي هو عن الانجولر ماتيريال والاشياء اللي فيه. ايضا راح نتكلم عن هني مثلا، هني هذه خطوه من الاشياء اللي ممكن تحدث لكم ان هني البورت الاول انا مشغل عليه مشروع زين،
فأنا عندي مشروعين حاليا. يقول لي هل تريد تشغيله في اللي هو منفذ مختلف؟ نعم أبغي في منفذ مختلف. أقول له يس. زين تأكد أن لغة الكتاب إنجليزية. حلو، قلت له يس انتر. الآن راح يشغله لي في بورت مختلف أو في منفذ مختلف، ما راح يأثر أبدا، فقط أن ال شو اسمه المنفذ راح يكون مختلف، ما بأربعة، ما بأربعة اللي هو المنفذ الافتراضي حق الأنجولر هو 4200، ما راح يكون 4200 بحكم إن في مشروع شغال على هذه اللي هو الكود أو هذه البورت هذا المنفذ. فننتظره فقط ثواني معدودة راح يشغل لنا اللي هو المشروع. فاضمن وصلت حق هذه النقطة أتوقع. جميل. الآن بعد ما شغل لنا المشروع طبعا هني راح يعطينا أدوات، زين، أو بعض الأدوات. هذه الأدوات مهمة. زين، من الأدوات الموجودة ربما راح نركز على ثنتين احنا، لكن كل الأدوات مهمة جدا. زين، فعندنا هني الأداة الأولى هي الماتيريال، أنجولار ماتيريال، والثانية اللي هي البي دبليو اي، هذه حق الاشعارات. اذا انتم مفعلين مثلا اشعارات كروم بتطلع لكم اشعارات في الاسفل هني، هذه الاشعارات تجي من هذه من البي دبليو اي، فيعلمك هني شلون انك انت تفعلها، فقد تهمك لاحقا. احنا ما راح نركز عليها كثيرا، ولكن راح نركز في اللي هو الشيء الاساسي هو الانجولار ماتيريال. في الانجولار ماتيريال، زين، الانجولار ماتيريال يعطيك اللي هو مكونات جاهزة. فمثلا لو بقيت اي شيء راح تحصله هني، مثلا هني الاوتو كومبليت. الاوتو كومبليت هو اللي هو عبارة عن تكست بوكس، ولكن اذا ضغطنا عليه يطلع لنا الخيارات، فقط نضغط على الخيار ويجي. طبعا هذا عبارة عن تكست بوكس عادي وليس اللي هو السلكت السلكتور او مثلا في يسمونه الكومبو بوكس. زين، فهذه العبارة عن اللي هو عبارة عن اللي هو تكست بوكس عادي. فبهذا النحو. جميل، فنلاحظ ان اعطانا اختصار بهالشكل. ايضا تقدر تسوي له تقسيمه بالحروف الهجائية. زين، ايضا تقدر انك انت تحط له شعارات مثلا او صورة او زمن وقتي، او تقدر تحط معلومات الى ما لا نهاية من المعلومات. جميل، فيختصر لك اللي هو الانجولار ماتيريال، يختصر لك الاشياء اللي انت تحتاجها. فمثلا هني راح تشاهد ادوات جاهزة تماما. زين، نقدر نستخدمها في اي محل في المشروع الخاص بنا، مثلا اوبن فايل يطلع لك اللي هو خيارات لطيفة هني بحيث انك انت تستخدمها في مشروعك. ايضا الباتنز اللي هي الازرار، فيجيب لك تشكيلة منوعة من الازرار على راحتك انت اللي تختارها. زين، ويوفر لك ثلاثة الوان لازم انك انت تنسق بينها عندك، او اربع الوان. زين، عندك البيسك، بريميوم، اكسنت، وورن. حلو، راح نتعلم عليهم لاحقا وكيف ان احنا نشكلهم ونختارهم على كيفنا وننسق الالوان في مواقعنا. زين، فبهذا النحو. ايضا هني في ازرار مختلفة، مثل الازرار اللي تكون على شكل دائرة، الازرار اللي هي اللي تكون على شكل ايقونة. زين، والكثير من الازرار. ايضا عندنا اللي هي عندنا ازرار اللي هو التوغل، والتوغل تكلمنا عن ايضا انه هو اذا اخترنا خيار واحد يعني يجطل بالبقية. زين، فمثلا هني يعني يعطينا اللي هو اللي تشوفونه في الوورد اختيار اللي هو نوع النص. زين، فنقدر نحطه بولد او ايتيكال او اندرلاين او غير ذلك. فبهذا النحو يكون عندنا اللي هو التوغل. زين، فخلنا نحفظ له مصطلح توغل مهم.
والمصطلح توجل يعني ما نقدر نترجمه حرفيا، اتوقع الترجمه الحرفيه قد تكون غير واضحه، اللي هو تبديل، كاتب انه تبديل، ولكن ما ادري اذا كانت واضحه او لا. ولكن في حقيقه الامر اذا اخترنا خيار ايجاد طلب البقيه، جميل، هذا يسمونه توجل، او انه يغير، زين، يحط العكس، هذا هو التوجل، جميل. فتبديل، ونقدر نسوي مالتي سيلكشن، انه تقدر تختار اكثر من خيار. ايضا نتكلم عن الكارد، والكارد مهم، من اهم الاشياء اللي هي الكارد. الكارد هو عباره عن اللي هو الدف، زيت الدف، زين، اللي يكون موجود في الصفحات، زين، عاده اللي هو الكارد يحطون فيه صوره، مثلا شوفوا مثلا هني مشاركه، هذا اسمها كارد، لابد نحفظ اسمها بحيث ان احنا نستخدمها لاحقا ونفهم شو اسم قاعد نسوي بالضبط. يعني حتى تكون هنا لو تلاحظون مات كارد، جميل، في ربما سؤال، لحظات بس، ايوه، حلو سؤالك فاطمه. سؤالك يقول الحين لو ننقل هذا الموقع، او نروح على هذا الموقع ونحدد اللي نبي وناخذ المكتوب والنسخه، صحيح هذا كلامك. اللي راح نسويه تماما ان احنا بنروح على الانجولار ماتيريال، زين، وبنضغط على هذا الزر اللي هو الكود هني، فيو كود، من ثم راح ناخذ هذه اللي هو الكود الجاهز ونعدل عليه، جميل. عطينا هو ثلاث اللي هو تابات، ثلاث علامات تبويب. اول علامه تبويب هو ال HTML، واحنا تكلمنا ان كل كومبوننت، كل مكون في اللي هو ثلاث ملفات. الملف الاول هو ال HTML، الملف الثاني هو TS، هو عباره عن اللي هو شنو، عباره عن البرمجه، الكود البرمجي. وعندنا اللي هو اخر واحد اللي هو CSS، واللي تعرفونه أنتم تماما هو التنسيق اللي هو الخاص بي اللي هو هذا الكمبوننت. فبهذا النحو راح ننقل هذه الملفات لاحقا. فبهذا النحو يا فاطمة، هذه الإجابة إن شاء الله تكون شافية على سؤالك. طيب الآن راح نلاحظ أن هذا اسمه كارد، جميل. فالمهم أن احنا نفهم شنو اسمها هذه عبارة عن كارد. هذا الكارد موجود في المواقع، راح تشوفونه بشكل واضح، انه هو حق مثلا الصور وكذلك، تعرفونه اتوقع بس ما تعرفون اسمه. بهذا النحو ايضا هذه كارد. بالنسبة حق هذه عبارة عن بروجريس بار، بنوصل له ايضا، زين. وعندنا هنا ايضا اللي هو كارد، هذا كارد واجد مثلا عشان تفهمون شنو الكارد بالضبط. فبهذا النحو هذا يسمونه كارد، جميل. ايضا عندنا اللي هو التشيك بوكسز، لو تلاحظون هني في تشيك بوكس، وهني راديو، زين. ايضا لو تلاحظون انه هو قاعد يتغير لحظيا، التغير اللحظي هذا موجود في اللي هو في الانجولار، وراح نتعلم عليه بشكل واضح وكبير. فهذه اصلا من مزايا انجولر، ان كل شيء قاعد يتغير قدامك لحظيا، زين. فبهذا النحو، زين، فهذه اللي هو التشيك بوكسز، زين. ايضا هني عندنا اللي هو التشيبس اللي هو اللي تشوفونه في المواقع، زين. انه عادة يحطونه ويا التاجات، زين، نحن نختار اكثر من خيار. اذا انتم عندكم مثلا قناة في يوتيوب ربما تفهمون هذا الامر، نحن نقدر نختار اكثر من خيار في التاجز، زين. فبهذا النحو ايضا نقدر نستخدمه كاللي هو كتلميح مثلا في الموقع، يكون في الاعلى، زين. نقدر نستخدمه كتعداد على سبيل المثال. عموما هذه الأداة اسمها شيبز، نقدر نخليها ديسيبل، نقدر نخليها انيبل، زين. فبهذا النحو تكون، نقدر نحذفها مثلا إذا كنا نبغى نحطها في اللي هو في المربع ناس، نضغط انتر تصير اللي هي عبارة عن شيب، حلو.
فالمهم ان احنا نعرف ان هذا اسمها شيب. جميل. عندنا ايضا اللي هو البيسك شيب، هذا هم نقدر نخليهم عدة الوان نقدر نلونهم. ايضا هني راح نتكلم عن ال طبعا الكور، خلنا نجرب طلبه ما راح ان شاء الله نحتاجه. زين، هني عندنا التاريخ، مهم التاريخ، نقدر ان احنا نخلي مجال. زين، ونقدر ان احنا نخلي اكثر حتى من مجال مثلا. زين، نقدر ان احنا نجي هني ونختاره. زين، طبعا راح نتطرق باذن الله حق هذه الامور اختيار، ونقدر نختار ايضا حتى الثاني وهكذا. زين، طبعا هذا كلها على المجالات، لكن هني مثلا نقدر ان احنا هذا الرينج، يعني لو تلاحظون نقدر نحط تاريخ ثاني مثلا. زين، طب هذا النحو. ايضا نقدر ان احنا نخلي لقاءات الحين نوصل لها. ايوه، طيب هني مثلا حق ذا عبارة عن زر. زين، انا اللي همي التاريخ او اللي هو خلينا نوصل له الحين. طبعا في عدة اشكال والوان، عايد تختارون اللي تبونه، اللي تبونه انت اختاري واخذه هناك. بس اللي انا ابقى اتكلم عن ايضا ان احنا نقدر نخليه باللغة العربية، ما بس انجليزي يعني، ما بشرط. زين، وراح نتطرق لها ان شاء الله. طبعا هني هو حاط تلميح على انك تقدر تغير اللغة. صح، حضرت خلي ادوره، اتوقع هذه اي هذا هو. لو تخيل لو تشوفون هني حاط مثلا اللغة الاولى اتوقع انها يابانية او صينية والله ما اعرف، واللغة الثانية حاطها فرنسية، فنقدر مثلا نغير لو تلاحظون صار فرنسي. زين، فبهالشكل نقدر نغير حتى لغة اللي هو الأداة هذه نفسها. فحلو جدا، اختصر علينا الوقت. طبعا نقدر نخلي عربي، نقدر نخلي بالهجري، نقدر نخلي بالميلادي، نقدر نغير فيه اللي نبي. زين، فبهالشكل هذه الأدوات جدا حلوة ومهمة، تختصر علينا الكثير من الوقت. هذه مثلا اللي هو عبارة عن أداة اللي هو أتوقع عبارة عن المنبثقة، اللي هي النافذة المنبثقة. زين، اللي هو النافذة المنبثقة أو ديالوج، مثلا ديالوج اللي هو مربع الحوار. زين، فمربع الحوار نضغط عليه مباشرة مثلا حق الانستول، نقدر نقول له انستول مثلا بهالشكل، فتكون لطيفة جدا. وأيضا نقدر نخليها صغيرة شوي. طبعا إذا ضغطنا على أي مساحة من الصفحة نقدر نوخرها. اللانش مثلا شكل مثلا المنيو قائمة، نقدر نخليها أكثر من خيار بهذا النحو. جدا أشياء لطيفة، نقدر مثلا نحط فيه مربع حوار أو عذرا سؤال أو شيء من قبيل فبهالشكل. أيضا ديفيد أو اللي هو ديفيدور اللي هو المقسم هذا، نقدر نحن نحط خط بهالشكل. زين، كنا ال HR الموجودة في اللي هو ال HTML. زين، عندنا هذه أيضا أداة مهمة جدا اللي هو لازم تتعلمون عن expand، إنه يفتحهم كلهم. close معناته يسكرهم كلهم، هذا اسمه طي وهذه فتح، اللي يفتحهم كلهم وهذا طي يطويهم كلهم. ايضا اذا ضغطت عليها بتصير تطلع لك بهالشكل. زين، ايضا بهالشكل. هذه كلها الادوات جدا حلوه، يعني تختصر علينا الكثير من الوقت. ايضا في خاصيه النكست، نقدر نضغط نكست ويروح ورا، نضغط اللي هو الريفيوز بعدين يعني يرجع الى السابق. زين، فبهالشكل. ايضا عندنا اللي هو الفورم. زين، فالفورم بهالشكل مثلا اللي هو التكست بوكس، مثلا الجوال يكون جاهز. زين، مجهزين لك الايميل، نقدر نحط اللي هو الايميل، نقدر نختار على راحتنا. زين، راح نشتغل عليهم ان شاء الله.
نسوي نموذج بسيط يرسل اي شيء زين، ونستقبلها من اي شيء من اي محل زين. عموما هني عندنا اللي هو ايضا اللي هو الجريد ليست المهمه، نحن نقدر نسوي جريد تقسيمه بهالشكل. لو تلاحظون جريد بعدين نحط فيه الاشياء اللي نحتاجها. نقدر ايضا ان نحن نسوي لوب زين، حطيت هني مسوي لوب 1 و 2 و 3 و 4 فمسوي لها لوب وخلاص زين. ايضا بالنسبه حق الايقونات اللي انت شفتوها قبل شوي، الايقونات ايضا مجهزينها جوجل لنا زين، فبنروح على الايقونات بس عشان نشوف من جوجل اللي هي اسمها ايكون جوجل فورمز زين. فاذا رحنا على الايكون جوجل فورمز راح نشوف الايقونات اللي تتوافق تماما مع اللي هو الانجولار ماتيريال زين، وهم كلهم من شركة جوجل كما قلنا مسبقا جميل. فبهالشكل بعدين ناخذ هذه ويصير لنا ايقونة راح نتعلم عليها، هذا مهم جدا الايقونات. وايضا الانبوت مثلا لو نضغط هني راح يسوي ريسيت، راح يشيل كل شيء حق البحث مثلا زين. فهذه ايضا اشياء مهمة وتختصر علينا الكثير من الوقت. راح نتكلم عن الليبل، هذا اسمه ليبل اللي هني، بينما هذه اسمه بليس هولدر زين. واللي هني تحت هذه اسمها اتوقع انها هي مسج زين، ايرور مسج. فراح نتكلم عنهم وراح نتكلم عن كيف نسويهم مثلا زين. وهذا التلفون مثلا راح نروح ايضا حق الليست، نقدر نسوي قوائم مثلا قوائم مجلدات بهالشكل، قوائم اللي هو ملفات. وراح اوريكم موقع سويته بالبسيط طبعا بعشر دقائق اللي بنسوي احنا تقريبا زين، حق اللي هو الدروس الكلية التقنية زين، بسيط جدا صغير. ايضا راح نتكلم عن اللي هو المنيو زين، كيف اذا ضغطنا على الثلاث ازرار مثلا يطلعون لنا قوائم بهالشكل زين. ايضا القوائم هذه ممكن نتكلم عنها، والقوائم هذه ممكن هذه ممكن سويتوها ذيك انتوا زين. ايضا راح نتكلم عن البيجرز. بيجرز هي هذه اللي هو الملفات هذه. على فكره هني عندنا في الانجولر تستوي بحدها، ما راح تتعبون روحكم ولا راح تسوون تقسيمات ولا راح تسوون اي شيء، ونقدر نخليه بالعربي ايضا زين. فهذه عبارة عن اللي هو البيجر اسمها، فالمهم انكم تعرفون الاسماء. اول لحظة البيجر اول شيء مقبيل هذا اسمها مرقم باجريتور عرفتوا شلون. فبهالشكل نقدر نخليها تقسيمات، نقدر ابعد اعرض اللي نبيه. راح نتكلم عنها طبعا، راح نتكلم عنها في الجداول. هذا البروجرس بار من ساعة وريتكم اياه، وحين راح نتكلم عنه بشكل كبير. هذا البروجرس بار مال اللي هو الافتراضي مال اللي هو الانجولار، ممكن يجي بعدة الوان، ممكن يجي متحرك، ممكن يجي ثابت، ممكن يجي بطرق متعددة يعني. هذا البروجرس بار اسمه. فالمهم انكم تعرفون ان هذه بروجرس بار. وفي بروجرس سبينر، معظم المبرمجين يستخدمون السبينر اكثر، لكن حتى البار حلو ويستخدمونه. جوجل مثلا تستخدم هذه اللي هو البروجرس بار. فاذا جيت تحدث الفيديوهات او شيء راح تلاحظ ان في خط زي كذي يكون فوق هنا يمشي وياك. فهني مثلا سبينر عندكم كذي يدور دائره تدور، ونقدر نخليها ايضا بالوان متعدده، نقدر نخليها باللي هو شو اسمه متحركه، نقدر نخليها ثابته، نقدر نسوي كل شيء زين. ايضا هني عندنا اللي هو الراديو باتن، تعرفون الراديو باتن ما راح اتعمق فيه كثيرا بس ممكن انه يقوم الاول جميل. ايضا هني عندنا اللي هو هذه شيء قريب شوي بالنسبه لكم، اللي هو اللي اسمه ريبلز، اللي هو عبارة عن هذه اللي هو الحركة اللي تصير إذا احنا ضغطنا على الزر
ممكن ان احنا نخليها ما تصير، جميل، وممكن نخليها تصير في النص بدل ما تصير المساء. لو تلاحظون تصير في منطقة اللي هو الفأرة، اي محل تضغط فيه الفأرة هذا الافتراضي، زين. ولكن ألقيه في السنتر، خلاص اقول له سنتر هني، بعدين اجي هني واشوف اللي هو شلون مسوي، جميل. فعندنا مثلا السنتر هني، ادران اللي هو الخيار الاخير هذا الافتراضي اتوقع، لا والله هذا اللي طلع برا، هذا ما مره جربته حقيقة، بس قريب شو حركته. فبهالنحو احنا اللي بنستخدمه ربما السنتر. زين، عندنا السلكت، سلكت اللي هو الكومبو بوكس اللي هو العيادات القائمة المنسللة. فعندنا في القائمة المنسللة نقدر نحط اللي هو التكست بوكس، نحطها في هذا النمط مثلا اذا تبون. ممكن نغير، ممكن ان احنا نسويها ديسيبل مثلا، لو عندنا خيار بعدين نتغير، زين. ممكن تصير لنا عدة خيارات، زين. فبهذا النحو اتوقع انكم تعرفون هذه اللي هو شو اسمه كومبو بوكس. اخذته اتوقع في اللي هو ال HTML، بس هني في عدة خيارات وعدة اشياء جميلة، يعني اللي راح يتبحر في ذي الشيء راح يشوف اللي هو في جمال جدا عظيم يعني. طيب هني عندنا الساد ناف، وهني ركزوا وياي جيدا، طبعا بعدين بتكتشفون انه سهل جدا. هني طبعا ما راح يحط عليك امثلة واجد، وايضا رحت على الكود شوي بتواجه تحديات، بس بفهمك بعدين كيف، بفهمك بعدين كيف تستخدمينه بشكل مباشر، جميل. حلو يا بنات، الان ايضا عرفتوا اتوقع السايد بار اللي هو عبارة عن اذا صقرنا موقع مثلا، هذا اسمه سايد بار، هذا شفتوه قائمة اللي على جنب، قائمة الجانبية يسمونها، هذا اسمه سايد بار، راح نتعمق فيها في وقت لاحق. زين، الان راح نتكلم ايضا عن وين وصلنا في اللي هو السايد بار. وعندكم السلايد مي، سلايد مي هذه او ادرا سلايد توجل، زين. تشبه حيل 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 شنو، تشبه الراديو بتن والتشيك بوكس، تشبهها حيل، تشبيك بوكس بالاحرى، زين. فهذه هي اللي يسمونها سلايد توجل، جميل. فحلو، ممتاز جدا، زي مواقعكم في المستقبل، كما انكم تقدرون تلونونها بالوان متعدده، جميل. عندنا سلايدر، سلايدر هذه اللي حق الاسعار، تقدرون تقولون اذا شفتوه في الاسواق تشوفونه، هذا يسمونه سلايدر. فحلو ان احنا نعرف هذه الادوات، مثلا حق الكيلو مثلا نقدر ان احنا نغيرها على راحتنا. عندنا ايضا اللي هو من الاشياء المهمه جدا ونستخدمها عادة في الإشعارات، زين، شيء اسمه عبارة عن سناك بار اسمه، لو تلاحظون كنا إشعار يطلع في الموقع، زين. ونقدر ان احنا نغير مخانه، ونقدر ان احنا نحطه في اي محل نبيه. ستارت مثلا راح نقول له وين، نقدر نقول له تاب، زين. انا طبعا ما اشوف حاليا، لحظات بس، جميل يا بنات. نقدر ان احنا نقول له مثلا وصلنا هني تاب، جميل، زين. لو تلاحظون انه صار وين، صار فوق، جميل. نقدر نغير التاب مثلا، نحط باتن، شايف، زين. نقدر ان احنا نحط باتن، لو تلاحظون صار تحت، جميل. نقدر ان احنا نحط طبعا هني عندنا السنتر،
صرف النص. زين طبعا الان السؤال يعني في واحد تسأل خلاص بس اي ممتاز. فمثلا هنا عندنا السنتر، السنتر يعني هنا في النص، جميل، اي شيء في النص معناته سنتر. الستارت هي اليسار، على اليسار مني، والاند يعني على اليمين، جميل. ايضا هم ضايفين جدد اتوقع لفت، وزي اتوقع نفس اللي هو اللي قبل شوي الستارت والاند، جميل. فنقدر نخلي تاب ونقدر نشكل نخلي اي محل عادة يستخدم هذه اللي هو اللي يسمونه اللي هو السناك بار، يستخدم في الاشعارات تشوفونه في عدة مواقع، جميل. هنا عندنا ايضا اللي هو الهيدر، الهيدر حق الجداول هذا النحو يسمونه سورت هيدر، يعني لو ضغطت ترتبهم على راحتك، على راحة المستخدم يقدر يرتبهم. وعلى فكرة والشيء الجميل جدا انك ما راح تبرمج ولا راح تسوي اي شيء، انت بس بتعطي الداتا وهو بعدين ايش بيسوي، بس يضغط على السهم يرقى فوق ينزل تحت على راحته، جميل. فهذه تولز جاهزة، جميل. ايضا ترتيب حتى على بناء على الحروف الهجائية او حتى الارقام على راحتك، جميل. فالان اللي راح نشوفه ايضا عندنا اللي هو هذه، وهذه ايضا مهمة اسمها استيبار تقريبا، زين بالعربي استيبار. زين هذه الاستيبار عبارة عن اللي هو نقدر نقول خطوات عشان انك انت تقدم النموذج، فنقدر ان احنا نمنعه، زين، ما ينتقل حق الثانية، ما يقدر ينتقل حق الثانية الا اذا كتب اللي هو الاشياء اللي احنا نبيها، الحين يقدر ينتقل، ولكن اذا ما كتب ما يقدر ينتقل، جميل بنات، فهمنا. يسمونه لينار اللي هو مود، ممكن نترجمها بعد نشوف شو اسمه، لينار مود، لينار مود ركبت بالعربي لينار مود. الوضع الخطي اسمها. عموما فبهالشكل ما نقدر ننتقل الا اذا كتبنا اي شيء نقدر الحين ننتقل. فبهذا الشكل هذا يسمونه استبار، وهذا مهم جدا، ممكن يكون افقي وممكن يكون عمودي، جميل. ممكن مثلا نستخدمها في الاسئله مثلا او شيء قبيل، نقدر ان احنا نستخدمها فعلا في النماذج الى اخره. اهم شيء واضح بالنسبه لكم اللي هو الاستبار، زين عشان يكون فيكون بعدة خيارات بعد بالنسبة حق الليبل، يكون بهالشكل. ممكن ايضا انتم تتعمقون فيه تشوفون الاشياء اللي فيه، شيء لطيف جدا جدا ممتاز. ايضا هني بتكلم عن الشيء الهام جدا وهو التيبل او الجدول، جميل. الجداول تكون بهالشكل، فيها اشياء جدا رائعة، يعني مثلا هني نقدر ناخذ جداول، هذا الجدول الافتراضي، الجدول الافتراضي حتى ما يكون فيه سورت، لو تشوفوا اللي هو السهم المساعة هذا اسمه سورت، زين سورت هيدر اسمه، زين. فالسورت هيدر مش موجود مثلا في الجداول الافتراضية، زين هذه الجداول الافتراضية، هني اللي هو الجداول الان الافتراضية. طبعا هني نقدر ان احنا نضيف سطر جديد لو تلاحظوا، او اللي هو رو جديد اللي هو صف جديد لو تلاحظوا، ونقدر نحذف بشكل مباشر لو تلاحظوا، وكل شيء يكون لايف، جميل. هني نقدر ايضا نضيف اعمدة، ونقدر نحذف اعمدة، نقدر نسوي سواتش، كل شيء نقدر نسويه في الانجولر. ايضا نقدر ان احنا نضيف معلومات جديده داتا، ونقدر نحذف المعلومات، جميل، بشكل لايف مباشر.
ايضا اللي هو بالنسبه حق الفلتر، وهذا شيء حلو حيل. لو جينا هنا طبعا الفلتر راح يكون جاهز، او ايضا لو كتبنا اي اسم من هذه الاسماء راح يفلتر لنا ويغير الجدول ويطلع لنا الاسم بس. مثلا لو كتبنا نيون مثلا، لو تلاحظون ان الجدول واخرت الاسماء الباقيه وحط لنا الاسم نفسه اللي احنا نبيه. فهذا عباره عن سيرش تقدرون تقولون، جدا رائع وسريع جدا يعني لو تلاحظون. زين، فبهذا النحو ايضا عندنا اللي هو الجداول هذا، واتوقع ان فيه سورس، هذا جدول افتراضي. زين، ايضا عندنا التوتال، نقدر نسوي هالشكل بنحط توتال، هو يعطيك مثلا الاشياء اللي ممكن تصير في الجداول خاصة بالانجولر ماتيريال. جميل، هني مثلا حاطط كنا اسهم، اي حاط اللي هو السورت مثلا المساعة لو تلاحظون. بس مثلا تقدر انك تحط على شيء واحد بس، وتقدر تحط عليهم كلهم اللي هو السورت على راحتك. زين، فهو مثلا حاطه هنا عشان بس انه هو اللي هو يسوي اللي هو السورت على التاريخ اللي كرييت، تاريخ الانشاء. فبهالشكل ايضا ممكن تخليها حق الفواتير، مثلا لو كانت عندك فواتير بعدين تحط توتال، نقدر نسوي جدول بهذا النحو. هذا الفلتر اللي قبل شوي سويناه، بس هذا ويا سورت لو تلاحظون. زين، السورت لاحظتوه. ايضا هني في لو تلاحظون البيجر اللي تكلمنا عليهم صح، مثلا نقدر نخلي 10 مراقب، يعني نقدر نخلي 25، طلع لنا 25 في كل مرة. زين، يقدر يتنقل بين الصفحات، وهذين راح نخليهم بالعربي بعدين اعلمكم شلون تخلوهم بالعربي. زين، نقدر ان احنا نروح حق اكثر من صفحه وهكذا. هذه كل الاشياء ما راح تبرمجونها، راح تكون جاهزه في الانجولر ماتيريال. زين، فهني مثلا راح تكون 10 مثلا صفوف مباشره، بس نختار 10. نقدر نخليه الى لاست بيج، اخر صفحه، يروح لنا حق اخر صفحه، يروح لنا حق فيرست بيج، اول صفحه. فهذه الخيارات كلها متاحه. جميل، ايضا اللي هو الجداول اللي نقدر نضغط فيها على الخيار اللي احنا نبيه، ولو تلاحظون انه يحط لنا في اللوج تحت، فنقدر نحدد من خلال الجدول بشكل مباشر. جميل، ايضا عندنا اللي هو التشيك بوكسز، نقدر اول نضغط اول خيار يحدد الكل، ونقدر نختار اللي احنا نبيه. طبعا لو تلاحظون ان اذا اخترنا عدة خيارات يطلع لنا هني مربع اللي هو فيه ناقص، اذا ضغطنا على الناقص راح يوخر لنا ويحط لنا كل. زين، فبهالشكل نقدر نحن نستخدمها، وهذا شيء حلو. زين، ايضا نقدر ان احنا نشكل الجدول، او في حالة الجدول كان على الجوال راح يكون بهالشكل. نقدر ان احنا نخلي هذه فريز، فريز يعني ثابت ما يتغير، يعني لو تلاحظون ونسحب ونعود هو فريز ما يتغير ولا يتحرك، جامد يعني. زين، ايضا حتى الخيارات هذه نقدر نخليها جامدة ما تتحرك وبهالشكل. ايضا هذه الشيء عادة يستخدمون حق التقارير، زين، انهم يثبتون الفوق اللي هو الهيدر، ويثبتون الفوتر، والمعلومات اللي في النص تكون متغيرة، او عذرا تكون مو بفريز. زين، فبهالشكل نقدر نثبت اللي هو حق التقارير عادة الكبيرة يستخدمون حق الشركات. زين، ايضا نقدر نخلي الجدول مثبت في التوتال، بينما الاشياء العناصر اللي في النص هذه نخليها سكرول. زين، سكرول هذه اللي هو سكرول بار نقدر نتنقل فيها يعني. زين، ايضا هنا نفس الشيء اللي هو بالنسبة حق التثبيت. فتكلمنا عن الجداول بشكل كبير معمق لان الجداول مهمه. ايضا عندنا التابس، او اللي هو علامات التبويب. علامات التبويب ايضا مهمه يا بنات. زين، فنقدر نتنقل بين علامات التبويب بهذا الشكل. زين، نقدر نحط اشياء هني يعني نفس هذيلا، شفتوهم كل واحده فيها خيار، هذه يسمونها تابس او علامات التبويب. جميل، فعلامات التبويب مهمه جدا، بحيث ان احنا اذا بنحط موضوع
وهني اعطيك نقطة، يقول لك ان علامة التبويب هذه تقدر تخلي داخلها علامة تبويب بهالشكل، زين. فانت حر. ايضا التنقل او الانيميشن، زين، التنقل نشوفه رائع جدا ولطيف، زين. فبهالشكل انت قاعد تسوي اشياء حلوة حيل ورائعة عن طريق اللي هو هذه الادوات. شوفوا هني قاعد يتنقل بين الصفحتين، هذه كلهم اسمهم تابس. انا يهمني انكم تفهمون شنو هذه الاشياء، شنو المسميات. ايضا تقدر انك تسوي داخل التاب حذف حق التاب، بحيث انك مثلا تاب تقدر تفتحها لفتره مؤقته بعدين تقدر انك انت توخرها. فبهذا النحو ايضا هذه التاب، بس تاب سفليه يعني لو تلاحظون بتم لاحظين انها هي صايره تحت، نقدر نخليها تحت، نقدر نخليها فوق. مين ايضا اللي هو بالنسبه حق التابات نقدر ان احنا نشكلها بالوان متعدده، نقدر نحط لها اي لون احنا نبيه. جميل. فبهذا النحو هني نقدر نحط لها باك جراوند، هذا نفس اللي فوق بس قاعد يعلمك. فبهذا النحو تكلمنا عن التابس، عرفنا مصطلح التابس ايش معناته، فمهم هذا المصطلح. ايضا بالنسبه حق اللي هو التول بار، التول بار هذه الادوات جاهزه، نقدر ناخذ التول بار هذه ونحطها في موقعنا بحيث ان موقعنا يكون لطيف في تول بار، مثلا اسم التطبيق، بعدين انه هو اعجاب مثلا او مشاركه نقدر نحطها بهالشكل، نقدر نحطها بهذا النحو مثلا فجاهز. نقدر طبعا نغير الايقونات على راحتكم، بعدين راح نتعلم شلون نستخدم ايقون، وصلنا حق الايقونات فوق، زين. فهني ايضا عندنا اللي هو شو اسمه التول بارس البقيه، او عذرا التول بار، اي عدل التول بارس نقدر نحن نستخدمهم، زين. اللي هو التول تيب ايضا هذه مهمه. التول تيب هي اللي هو نقدر نقول ان هي عباره عن شنو، لو تلاحظون وصف حق اللي هو الزر مثلا او اي شيء، هذه اسمه وصف. جميل. فاحنا نحتاجها، نحتاجها بكثره يعني، فتكون لطيفه اذا جيت بالمؤشر كذي طلع حدد لك شنو يسوي ذا بالضبط. فلو تلاحظون ان هي الطف بكثير من التايتل، يعني اذا انتوا استخدمتوا HTML تعرفون انه افتراضيا في شيء اسمه تايتل، زين. التايتل يطلع لك وصف مختصر حق الشيء اللي انت تبيه، ولكن اللي هو هذه الاداه تول بار افضل والطف بكثير يعني، وتقدر انك تشكلها بعدة الوان وعلى راحتك بهذا النحو. لو تلاحظون هني طلع لنا التول بار، نقدر نخلي فيه ديلاي يعني تأخر، نقدر نأخر مثلا لو تلاحظون طولت شو مو على طول راحت، هذا يسمونه ديلاي، زين. فعندنا الشو ديلاي وعندنا الهايد ديلاي، فنقدر ان احنا نكثرهم، نقدر نقللهم بالملي سكند لو تلاحظون بالملي اي سكند، صح، اجزاء الثانية، اجزاء الثانية. فبهذا النحو نقدر ان احنا نخليها ديسيبل، نقدر نخليها انيبل، ممكنه وغير ممكنه، زين. هذه مثلا شو، بعدين هايد، بعدين توجل، نقدر نعرضها، نقدر نخفيها بهالشكل. عندنا ايضا اخر شيء راح نتكلم عن اللي هو تي او اللي هو الشجره. جميل. فنقدر ان احنا نسوي شجره ونقدر نضيف فيها خيارات، او نقدر نضيف فيها لو تلاحظون خيار جديد ولايف احنا اضفناه حاليا. فبهالشكل هذه يسمونها الشجره او تي. جميل. فنقدر نسوي هذه الخيارات، لكن ما راح تحتاجونها يمكننا، زين. ونقدر نخليها بهالشكل بحيث انه يدخل داخلها كذا ويسوي هذه شجره يسمونها عموما. مثلا هو حاط لك الفواكه والخضروات هني، زين. شنو اللون اللي هو الاونيون اللي هو البصل،
اصفر ولا ابيض ولا ازرق بنفسجي ازرق وهكذا. هذا كله هو عبارة عن تي، وهذا هي اللي هو الانجولار ماتيريال بكل بساطة. طبعا فيها اشياء كثيرة، ولكن احنا نبقي نستقل اللي هو الكومبوننتس فيها المكونات الجاهزة. جميل. الان راح اوريكم اللي هو موقع سويته بال شو اسمه. طبعا انا بتكلم عن الموقع البسيط، في موقع كبير سويته بالانجولار ماتيريال وموقع صغير سويته بالانجولار ماتيريال. فالان بتكلم عن الموقع الصغير اللي هو تكنولوجي كوليدج كورسز. زين. طبعا انا مسوي حق القناه لو تلاحظون، هذا اللي بقي في نهايه هذا الدوره ان احنا نقدر نسوي موقع متكامل واستضافه مجانيه وكل شيء بهذا البساطه. زين. فلو تلاحظون عندي هنا قائمه رئيسيه، تحت القائمه الرئيسيه هذه في ازرار. زين. او اللي هو نقدر نقول منيو، قائمه فيها التخصصات مثلا. فلو جينا حق البرمجه راح يتغير المفروض، لكن انا ما حطيت برمجه. الامن السبراني راح يتغير، الشبكه راح يتغير بهالشكل. جميل. الان راح نروح على اللي هو الامن السبراني. في الامن السبراني هنا عندنا اللي هو لو تذكرونها، خلينا نتكلم عن الاداه الموجوده اللي هي هذه اكسبنشن بانل. حلو. هذا هي اكسبنشن بانل. لو تلاحظون ان هذه الاداة بكل بساطة تفتح لنا قائمة، هذه القائمة فيها اللي هو مشتيد اسمها لست اتوقع، خلنا نشوفها. هذا هي اللست، لست هذه اللست فيها هذه الخيارات. زين. هني الخيارات طبعا غيرت الايقونة لو تلاحظون، قوائم تشغيل وفيها مناهج فبهذا الشكل بكل لطافة ببساطة. يعني حتى ويا الجوال راح تشوفونها لطيفة جدا وجميلة. موقع حلو مفيد بالنسبة حق الناس اللي يحتاجونه فبهذا الشكل. لو ضغطنا راح يروح. لو تلاحظون هني عندنا اللي هو تول تب الوصف، عرفتوا شلون؟ فنضغط عليه بشكل مباشر راح ينتقل لنا، فبهالشكل يكون أفدنا المجتمع من خلال موقع بسيط. جميل. الآن لو تلاحظون الشيء الثاني أو الموقع الثاني اللي بوريكم إياه واللي تعبت عليه فعلا، اللي هو موقع إيلد سكيلز، مهارات النخبة، اللي هو الشركة اللي أنا قاعد أشتغل إياها حاليا أو المركز الطبي. زين. في البداية راح يبدأ بهذا النحو. طبعا كل ذي انجولار ماتيريال، كل شيء بمعنى الكلمة انجولار ماتيريال. جميل. فلو تلاحظون الآن طبعا الجهد اللي في هذا الموقع كبير جدا، فما مطلوب منكم هذا الشيء، على الأقل مطلوب منكم اللي هو الموقع اللي قبل شوي. فبهالشكل راح تشوفوا قائمة، راح تشوفون أشياء زي كذا. هذه مثلا قبل شوي تكلمنا عنها اسمها كارد. زين. فالكارد مكررة لو تلاحظون في كل محل. زين. فحتى هني لو تلاحظون معظم الأشياء كارد، يعني في مواقع. زين. هذا كله بو كارد كارد. زين. أيضا عندنا الفوتر والهيدر راح نتكلم عنهم لاحقا، نشوف السهولة اللي فيهم إن شاء الله. ايضا اللي هو الازرار لو تلاحظونهم داخل، ايضا اللي هو تفاصيل مثلا كل برنامج. لاحظ التقسيمه، راح قاعدين نقسم الصفحه. زين. قسم يمين وقسم يسار، هذا اسمه جريدز لو شوي طلعته. وعندنا هذا اسمه سلايدرز. زين. او لا اسمه نسيته والله، اعتذر عن نسيت بعض المسميات. زين. عندنا ايضا هني اللي هو لو تلاحظون كله كارد كارد، معظم الاشياء كارد. زين. ايضا هني عندنا اللي هو اللي قبله شوي اسمها اكسبنشن اللي هي بانلز.
زين لحظين، هنا عندنا اللي هو عبارة عن فيديو نقدر نسويه بشكل هايدز من جوجل. ايضا هني كار، مين اللي قلت حاجه الحين في وقت تنسيق وغير نلاحظ في اختلاف موقع اذا كان في الجوال واللاب، هل هذا دخل الاكواد؟ نعم هذه اخذتوها يمكننا في السي اس اس، في اللي هو في الشيء اسمه ميديا نستخدمه في السي اس اس ونحدد اطوال الجوال ونقدر ان احنا نخلي الجوال على راحتنا. زين وباذن الله راح نوصل حق هذا الشيء. وهني في شو اسمه في الانجولر راح يساعدنا بشكل كبير جدا، ويمكن حتى ما ندخل في الميديا هو يجهز لنا كل شيء، عرفت شلون؟ فبهذا النحو ايضا هني لو تلاحظون اللي هو هذه ايكونز طبيعيه عاديه كلها من جوجل، وهني التعليق زين فالشكل نموذج عادي. هذه هني لو تلاحظون معظم الموقع كارتس، جميل. فبهذا النحو يا بنات ايضا شو اسمه لو تكلمنا عن الأسئلة الشائعة مثلا راح تلاحظون ان هي عبارة عن اللي هو expansion بنات، جميل يا بنات. في واحدة تسأل ايضا يعني نقدر نخلي خلفية في الجوال غير اللابتوب؟ اي نقدر، نقدر نسوي كل شيء روان معنى الكلمة، زين نقدر نسوي كل شيء. ليش؟ لان اصلا التنسيق وقف التسجيل يا بنات. انا نعتذر منكم يا بنات بحكم ان التسجيل اللي هو انتهى ما ادري فيه، اتوقع ان الذاكره امتلأت في جهازي فبيصعب علي ان انا اكمل، ولكن اتمنى ان كانت المحاضرة شيقة وان فيها تحديات. بالنسبة لي هذه تشويقية، يعني المحاضرة اليوم تشويقية بحيث ان احنا نعرف شنو الاشياء اللي بنوصل لها في الاخير، شنو الاشياء اللي نقدر نسويها. اي ممتاز ممتاز. فكل هذه الاشياء راح نسويها بكل بساطه، بس ما ادري انا الحين يسجل هني ممتاز فنقدر نستمر. انا يسجل الله يعافيك يا روان، الله يعافيك. في اسئله؟ ايه تفضل يا روان. تفضل يا روان. الحين احنا عرفنا ذيلي المهام والوظيفة حقتهم، الحين مثلا اذا جيت بطبق يعني شلون باخذهم وبسويهم؟ اي هذه في المحاضرة الجاية ان شاء الله راح ندخل فيهم بعمق. انا شو اسمه انا الى الان ما وصلت الى المواصيل اللي انا ابيه وياكم. اي الاكواد مكتوبة ولكن استخدامها لها استخدام معين فاطمة، في شيء اسمه عندنا الوحدة زين تكلمنا عنها اسمه موديول زين. هذا الموديول لازم نتعلم عليها، لازم نحن نستأذن دائما من شنو من الانجولر ان احنا بنضيف هذا الكود، جميل. وبنتعلم كيف نستأذن من الموديول، في شيء اسمه وحدة لازم نضيف في الوحدة انك بتضيف هذا الاداة، واضح؟ فكل هذه الاشياء راح نتعلمها. ايضا الانجولر ماتيريال يثبت وليس جاهز، مش موجود جاهز، لازم نثبته بداية وراح نتعلم على تثبيته. جميل. لحظات اشوف انا ما ادري جهازي ليش امتلأ فجأة. اي أيوة والله ممتاز. طيب الحين احنا فيجوال
أسأل سؤالي؟ إيه تفضل تفضل. أهو بسأل سؤال. إيه تفضل. الحين فيجوال ستوديو الحين يعني بنستخدمه معاه، يعني بنربطهم مع بعض ولا شيء واحد؟ لحظة ما سمعت سؤالك لأن شوف الصوت ضعيف. لحظة بس نطول على الصوت. كلمة عندي يا بمن عندك؟ لا والله 100% عندي. إيه طول صوتك يا بمن. تطبيق فيجوال ستوديو يعني. إيه. الحين الصوت شلون؟ صوت أحسن. تطبيق فيجوال ستوديو الحين أنا نزلته. إيه. أوكي الحين. احنا بنسويهم بتطبيقين ولا تطبيق واحد يعني نحتاج لهم؟ حاليا بنسوي تطبيق واحد فقط انجولر ماتيريال انجولر فريم ورك زين، لكن نهايه الدوره المفروض ان احنا نسوي تطبيقين، اول انجولر ماتيريال والثاني نست جي اس. حلو. يعني الحين يحتاج ننزل تطبيق ثاني ولا؟ انت تتكلمين عن البرنامج نفسه الفيجوال ستوديو صحيح؟ ايه انا عندي فيجوال ستوديو الحين بس نزلت، يعني هل يحتاج انزل تطبيق ثاني؟ لا بس خليني افهمك، مسمى تطبيق يختلف عن مسمى برنامج. اذا احنا قلنا تطبيق، فالتطبيق هو عباره عن ملف واحد زين، زيات اللي هو اللي اذا جيت الثبتين مثلا في الجوال تلاحظين انه ملف واحد ثبتينه. البرنامج عباره عن مجموعه كبيره من الملفات، ف الفيجوال ستوديو هو برنامج وليس تطبيق، فلهذا شوي المصطلحات مهمه عرفت شلون. فالفيجوال ستوديو لا ما راح نستخدمه الا هو بحده، ما راح نستخدم اي شيء ثاني تقريبا غير اللي هو النود جي اس، وثبتناه اول مره وراح نثبته مره ثانيه عرفت شلون. تمام. ويهم يعلمكم تتعلمون على الجيت هاب. الله يعافيك على الجيت هاب، الجيت هاب مهم جدا. حلو يا بنات خلاص نكتفي بهذا القدر، على امل اللقاء بكم من الخميس المقبل. ودي ان انا اشوف فاطمه انت ما سويتوا شيء صح في البرنامج روان، ما وصلتوا على المواصيل في البرنامج قصدي في الموقع، وين وصلتوا على الأقل يعني شغلتوا المشروع؟ مشروع هني شغلتوا لي أول مرة زي كذي مثلا ولا لا؟ لا لحد الحين. ها فهمت. مهم عندي لكم الشغلونة لأول مرة وترجعون حق محاضراتنا السابقة، يعني كلها مرتبة وموجودة تحت بعض موجودة في اليوتيوب وارسلها أنا باستمرار، فرجعوا لها لا هنسى. عرفتوا شلون؟ يعطيكم العافية وأشكركم على الحضور، ومن الحضور جدا رديء ولكن لا بأس إن شاء الله جيد أكثر. أيضا أنا تأخرت حيل بسبب زحمة الطرق يعني في رمضان، واعتذر منكم يعني عرفت شلون، ما توقعت ان اتاخر بهالشكل. على الله عموما يلا الشهر مبارك عليكم ونشوفكم ان شاء الله على خير.